أهلا بيكم في مجلة الحياة. كان حلم حياتها إنها تكون ممثلة مشهورة، حتى إنها بعدتها عن مصر خوفا من الفن، هي الفنانة الجميلة نهال عنبر اللي تميزت في أدوارها بأدائها الراقي، فهي بتمتلك موهبة فنية فريدة من نوعها. هنستعرض معاكم محطات في حياتها الفنية وهنعرف مين هو ابنها الفنان المشهور تبعونا. اتولدت الفنانة نهال عنبر في القاهرة يوم 25 يونيو سنة 1960، وولدها كان بيشتغل في هيئة قناة السويس، أما والدتها فهي سيدة أعمال من محافظة المنوفية. وعشقت الفنانة نهال التمثيل من صغرها، وكانت بتشارك في النشاط المسرحي في المدرسة. وفي يوم وهي بتحضر آخر حفلات العندليب ووضع صورتها على العدد الثاني من المجلة، لكن كان الفضل في دخولها عالم الفن للمنتج رمسيس نجيب لما شاف صورتها في المجلة وعرض عليها المشاركة في فيلم وادي الذكريات مع الفنانة شادية، وده بجانب تقديمها لدور البطولة في 3 أفلام. وفي البداية رفضت والدتها، لكن بعد فترة اقتنعت بصعوبة، وبعد شهرين من تحضيرات الفيلم رجعت تاني والدتها ورفضت انها تشارك في الفيلم لما شافت مشهد ما عجبهاش في واحد من العروض الخاصة للأفلام، وفكرت ان ممكن تكون بنتها في نفس المشهد ده، وعلى طول كلمت المنتج رمسيس نجيب وقالت له قرارها النهائي. ولما عرفت نهال عنبر بقرار والدتها قطعتها لمدة شهرين، فقررت والدتها انها تبعتها لاخوها في امريكا لاستكمال دراستها، وبالفعل حصلت على شهادة الثانوية من امريكا، واشتغلت في فترة كموظفة في واحدة من شركات السياحة. واثناء عملها في شركة السياحة حققت نهال حلم حياتها من خلال تسجيلها حلقتين للفوزير مع الفنان سمير غانم، وظهرت في السينما لاول مرة من خلال فيلم طيور الظلام، بعد لما رشحها الكاتب وحيد حامد اللي كان واحد من عملائها في شركة السياحة. وانتقالا لحياتها الخاصة، فتزوجت نهال عنبر في حياتها 3 مرات، المرة الأولى من الفنان مجدي الحسيني وأنجبت منه ابنها الوحيد حسام، وشارك في كتير من الأعمال الفنية منهم فيلم نور عيني، المصلحة، عمر وسلمى وغيرهم من الأفلام. وزوجها التاني كان من المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، ولكنهم انفصلوا بعد مرور 7 شهور فقط. والمرة الثالثة تزوجت من رجل أعمال وانفصلوا بعد مرور 4 شهور بعد نشر خبر وفاتها عبر السوشيال ميديا، وقدمت بلاغ رسمي للنيابة ضد الموقع الإلكتروني اللي تسبب في نشر الخبر الكاذب من البداية. واستخدم الموقع مقطع فيديو للفنانة دلال عبد العزيز وهي بتبكي، واتقال إنها منهارة على وفاة صديقتها الفنانة نهال عنبر. ووضحت الفنانة نهال عنبر إن الفيديو كان من جنازة الممثلة الراحلة زبيدة ثروت، وأكدت إنها مش هتسيب حقها. يذكر إن الفنانة نهال عنبر شاركت في بطولة مجموعة أفلام منهم بنتين من مصر، المصلحة، جاءنا البيان التالي وغيرهم من الأفلام، وكمان شاركت في الدراما التلفزيونية وتألقت فيها أكتر من السينما. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، اكتبونا في التعليقات وقولونا أكتر عمل بتحبوه للفنانة نهال عنبر، واستنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.